يعني احنا لم نتوقع بايدن يعني حمامه سلام، يعني عشان الواحد يكون يعني واقعي اكثر، يعني بايدن سياسي مخضرم، بلينكن وزير الخارجيه يؤمن بتوافق القوه الصليبه، يعني مساله استخدام القوه مع السياسه مع الدبلوماسيه، عشان نفهم احنا الاداره الجديده شلون تشتغل. الطواقم الثلاثه اللي صادق عليها والرابع جاي بالطريق، جميعهم لديهم نظرة متوازنة، مسألة عودة أمريكا قوية يعني الاستقرار ضروري، وفي السياسة يقال وفي السياسة هم يؤمنون فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إذا أردت أن لا تخوض الحرب عليك أن تستعد، أو إذا أردت السلام فاستعد الحرب هكذا. وبالنسبة لهم يعني البي 52 ليس ست طائرات موجودة، هي عملية ردع ليس أكثر، يشار لها أنه كما التقرير القيادة المركزية هي لمحافظة الاستقرار والحفاظ على الحلفاء. وأنت تعرف يعني مسألة إذا أردنا أن نسقط المؤشرات التي جرت طيلة الفترة الماضية، استخدام طائرات بدون طيار، الصواريخ، ضرب منشآت مدنية، تطور قدرات الفصائل والميليشيات إلى قدرات تواجه قدرات دول، لن تفعل أمريكا شيء. يعني المشكلة أنه أمريكا نعم تستخدم القوة كنوع من أنواع الردع الخفيف إحنا نسميه، حتى ليس الحرمان والردع المتبادل، لأنه إيران عارفة، يعني إيران أيضا براغماتية مثل أمريكا، يعني ما أتوقع تخوض حرب مع أمريكا على الأراضي العراقية، كل ما نالك هي وسيلة ضغط وكريدت إضافي، يعني بونز نقاط إضافية بالنسبة لها تستخدمها على عملية التفاوض القادمة، لأن هي يعني تعول كثيرا على بايدن أنه تعود إلى اتفاق 2015، وبذلك تجد عدد من الأوراق تستطيع أن تتنازل عنها. وأنا كتبت مقال اليوم في هذا الاتجاه منشر على مركز تقر بهذا الموضوع، ممكن أن تتناقش وترجع إلى وضعها الأولي مع تمديد فترة يعني فترة التسليح، لأن هي منها 3 إلى 4 أشهر بإمكان أن تنتج سلاح نووي إيران، وهذا أحد المحددات الأساسية في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، واحد ومحددات المنطقة في يعني ضمن سياق الأمن القومي.